احنا اليوم في مستشفى ثابت الحكومي، بنستضيف وفد طبي حضر من امريكا من قبل اغاثة اطفال فلسطين من اجل معاينة اطفال لديهم مشاكل صحية، عندهم بيكون نقص اكسجين، حالات شفة ارنبية وسقف حلق، من أجل معاينة أسنانهم كاملة ووضع هم على قائمة عمليات لمدة أسبوع رايحين يكونوا عنا في المستشفى. بحب أشكر جمعية إغاثة فلسطين على هاي الجهود اللي كانوا فيها، اللي تم بالتنسيق معها من جمعية ياسمين الخيرية لجمعية إغاثة فلسطين. طبعا جبنا معانا حالات اليوم صعبة للغاية، من شلل دماغي، من توحد، من صعوبة تعلم، اللي فيش يعني الاهالي بواجه صعوبه انهم يتعاملوا معها في اي عياده خاصه او اي شيء. والحمد لله رب العالمين، يعني لقينا كل الاحترام في هالمنطقه وكل الاحترام من الجمعيات ومن الكادر الموجود، وبشكرهم كثير.